السلام عليكم. إيران فاجأت بريطانيا والدول الأوروبية بأكملها بضبطها لشبكة جاسوسية تعمل في الداخل الإيراني، ومن ضمنها عنصر مهم جدا بريطاني كان موجودا بحسب الإدعاءات الإيرانية. ونشرت هذا المقطع المصور الموثق بحسب طبعا الكلام الإيراني لهذه الشبكة وهي تعمل، الشبكة التجسسية وهي تقوم بعمليات التجسس في الداخل بطائرة مسيرة كما هو واضح، يراقبون هذه المجموعة. وكان واضحا من التصريحات الإيرانية بأن نائب السفير البريطاني في إيران هو الذي كان يجمع التربة من هذه المنطقة بمنطقة محرمة، منطقة محظور عليها أن يتواجد فيها، أخذ عينة من التراب في هذه المنطقة التي قالت إيران بأن كانت هنالك تجاربا صاروخية تجري هناك، وعلى هذا الأساس قاموا إلقاء القبض عليه وعلى المجموعة الغربية. نشروا صورهم، نشروا جوازاتهم، نشروا محادثاتهم على الواتساب وطبيعة تجميع كما نلاحظ العينات التي كانوا يبحثون عنها. وبالتالي وعلى هذا الأساس إيران اتخذت إجراء كبيرا جدا هنا ضد الغرب، تفاجأت به بريطانيا وتفاجأ به العالم بهذه التفاصيل التي نشرت بهذا الشكل بالتأكيد. وبعد ذلك وكالة فارس الإيرانية قالت بأنه تم ببساطة عملية حقيقة ريليس للنائب السفير البريطاني، مباشرة قاموا بإطلاق سراحه بعد عملية إلقاء القبض كونه دبلوماسي وغيرها من هذه التفاصيل. ولكن سرعان ما ردت بريطانيا على هذا الموضوع، صدر بيان مباشرة من قبل الخارجية البريطانية التي أكدت بأن كل ما نشر من قبل الإيرانيين هو عبارة عن فيك نيوز، عن أخبار مزيفة وغير صحيحة أبدا. بل سرعان أيضا ما جاءت عملية تسريبات مهمة للغاية من شخص موثوق في صاحب وملك التسريبات وهو باراك رافيد، الذي وضح بشكل واضح عن طريق تويتر بأن دبلوماسيا غربيا أيضا أكد له بأن هذه أخبار غير صحيحة وأخبار كاذبة، بل إنه أضاف له بأن نائب السفير البريطاني في إيران هو أساسا غادر إيران منذ أكثر من شهر، والضربة القاضية كانت قادمة من السفير البريطاني في إيران بنفسه وهو سايمون شيركليف، وقال الآتي: التقارير عن اعتقال نائبي مثيرة للاهتمام لأنه غادر طهران في ديسمبر الماضي. وهنا وضعت الأسئلة عن إذا إن لم يكن نائب السفير البريطاني موجودا في هذه العملية وبحسب هذه التصريحات، إذا من هؤلاء الذين ظهروا بهذه الصورة وبهذه المقاطع المصورة التي نشرتها إيران وافتخرت بهذه العملية؟ هنالك مصدر مختص في المسائل الإيرانية وهو يعطي تسريبات دقيقة للغاية، وهو بيكسل طبعا على تويتر، وقال الآتي عن هؤلاء: قال هؤلاء الأشخاص دخلوا إيران بدعوة من جامعة للأبحاث الجيولوجية، وبعد أخذ عينات بين قوسين وهي وظيفتهم العادية تم إلقاء القبض عليهم. كانت هنالك أيضا تصريحات بولندية ونمساوية عن طبيعة التسريبات بأن هنالك أوروبيين من بولندا ومن النمسا هم موجودين من ضمن هذه المجموعة ومن ضمن هذه الصورة. ولكن هنالك تفصيلا مثيرا تحديدا فيما يتعلق بالبولنديين، إذا ما ركزنا على صورة هذا الرجل واقتربنا منه قليلا ولاحظنا طبيعة شكل شعره وكذلك الذقن والذقن الذي يمتلكه طبعا بهذا الشكل الذي تلاحظه وكذلك لون البشرة الخاصة به، تشبه تماما ويشبه تماما وقريب جدا من شكل هذا الرجل الذي ظهر على إيران انترناشنال اليوم. تحدثت عنه بولندا وتحديدا رئيس جامعة مهمة جدا وهي جامعة نيكولاس كوبرنيكوس البولندية، قال بأن هذا الرجل هو عبارة عن أستاذ بولندي في هذه الجامعة التي ذكرتها لكم، وهو أساسا تم إلقاء القبض عليه في ديسمبر من العام الماضي وحكم عليه بثلاث سنوات، هو وأستاذين اثنين، ولكن الأساتذة البقية قاموا بإطلاق سراحهم، إيران أطلقت سراحهم وبقي هذا الرجل في الحجز، والآن إيران تحدثت عن هذا الرجل. وبالتالي بهذه التفاصيل لهذا الرجل الذي ظهر بهذا الشكل من هذه التصريحات من التواريخ من كلام السفير البريطاني الموجود في الداخل الإيراني، يتوضح تماما والواضح بأن هذه الصورة على الأقل هي يبدو بأنها صورة قديمة للغاية. الإعلان الإيراني جاء بتوقيت مثير للغاية، هو يأتي بعد أقل من أسبوعين من ثورة كبيرة جدا جرت في الاستخبارات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، ونتحدث عن عملية استبعاد كبيرة تمت في 23 من يونيو الماضي لهذا الرجل حسين طائب، تم استبعاده تماما من رئاسة استخبارات الحرس الثوري وتم تعيين محمد كاظمي، وذلك بسبب العديد من الخروقات التي جاءت في الداخل الإيراني
الإيراني اغتيالات كبيرة جدا طالت كل هؤلاء من ضباط في الحرس الثورية الإيراني وكذلك علماء مختصين في الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ولذلك على ما يبدو بأن هنالك زخما إعلاميا ورفع للمعنويات لرئيس الاستخبارات للحرس الثورية الإيراني في ظل هذه المعلومات بأن هنالك عمليات قوية جدا إيرانية من استخبارات الحرس الثورية الإيراني تجاه الجواسيس. بكل تأكيد الإعلان الذي قامت به إيران يأتي أيضا بعد ساعة واحدة فقط من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة فرضت على كيانات وأفراد إيرانيين موجودين أساسا في إيران وكذلك أفراد موجودين في سنغافورة وأيضا في فيتنام مختصين بالأمور البتروكيميائية والنفط وتصدير النفط الإيراني وتهريبه بحسب طبعا منظور الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين وإلى غيرها. فرضت هذه العقوبات، والعقوبات هنا تفرض في ظل تأخر كبير وتعثر كبير للمفاوضات النووية. كذلك أن إيران اختارت توقيتا مثيرا للقيام بهذا الإعلان وتحديدا عند ذكرهم إلى نائب السفير البريطاني بشكل خاص. هم اختاروا هذا التوقيت في ظل أن بريطانيا تعاني من مشكلة داخلية متعلقة بالحكومة البريطانية التي يرأسها بوريس جونسون الذي قدم استقالته اليوم. هو استقال من الحزب الخاص به وهو حزب المحافظين وكذلك استقال كرئيس وزراء أيضا وسيبقى حتى الخريف، واختار طبعا حكومة جديدة له، وبالتالي هنالك ترقب كبير لما سيحدث في داخل بريطانيا ومن ستكون الحكومة الجديدة القادمة. بكل تأكيد عملية الاستقالة جاءت بعد العديد من الضغوط التي تعرض لها بوريس جونسون من فضائح وغيرها من التفاصيل والضغوط الداخلية والخروقات التي اتهم بها، وكذلك بسبب غلاء المعيشة التي كانت تعتبر أيضا ضربة قاضية للرجل في نهاية المطاف. هنالك غلاء كبير جدا في الداخل البريطاني تأتي إحدى أسبابه بحسب التفسيرات البريطانية من الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت بعملية غلاء كبيرة جدا. إذا ما ذهبنا طبعا بكل تأكيد إلى تريدينج إيكونومكس كي نلاحظ طبيعة التضخم الموجودة في الداخل البريطاني سنلاحظ بأنها وصلت إلى 9.1%. هذا يعني بأن الأمور والغلاء أصبح كبيرا للغاية، نسبة كبيرة بالنسبة لبريطانيا. هذا التضخم هو أعلى من نسبة التضخم الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.6%. وعلى هذا الأساس بالنسبة لإيران هي استغلت هذه الظروف بعملية الحديث عن رهائن الآن غربيين موجودين لديها وقاموا بإلقاء القبض عليهم، والواضح بأنها بطاقة ضغط أخرى تمتلكها وتضيفها إيران إلى المفاوضات النووية من أجل الضغط على أوروبا بشكل خاص من أجل إنجاح العودة إلى المفاوضات النووية، خاصة وأن أوروبا تعلم تماما إن كانت بريطانيا وإن كانت أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي هم يعلمون أي نجاح في العودة للاتفاقية النووية فهذا سيعني عملية الحصول على الطاقة الإيرانية التي بحسب تقارير غربية صدرت مؤخرا أكدت أن أي نجاح في الاتفاقية النووية والحصول على الطاقة الإيرانية فهذا يعني بأن إنتاج الطاقة والطاقة الإيرانية سيزيد من إنتاج النفط في السوق العالمية النفطية بثلاث أضعاف، وهذا ما يزيد الضغط طبعا على روسيا بشكل أكبر، يحسن الاقتصاد البريطاني، يحسن الاقتصاد الأوروبي خاصة إن كان هنالك تعاونا من الخليج العربي ومن مصادر أخرى للطاقة بكل تأكيد. وبالتالي هي مسألة مهمة جدا بالنسبة لأوروبا، وبالتالي إيران واضح تلعب على هذه البطاقة، بطاقة الرهائن الغربيين. ويجب أن ننتبه بأن هذه البطاقة التي تلعب عليها إيران ومسألة الرهائن الغربيين هي مؤثرة للغاية، وأكبر دليل على هذا الأمر هو ما يجري مع بلجيكا في مسألة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المتهم بعملية إرهابية خطيرة كان ينوي القيام بها في عام 2018. هذا الرجل باختصار شديد جدا هو كان على متن طائرته ويحمل قنبلة معه صدق أو لا تصدق قادما من إيران بطائرته مباشرة، وصل إلى النمسا وبعدها تمكن من الطيران بالقنبلة بنفسه إلى بلجيكا إلى لوكسمبورغ تحديدا، وبعدها تم إلقاء القبض عليه طبعا في عام 2018. كان الهدف الأساسي منه هو عملية نقل هذه القنبلة إلى أشخاص آخرين والتوجه مباشرة إلى فرنسا وإلى باريس تحديدا من أجل استهداف تجمع سنويا للمعارضة الإيرانية لمجاهدي خلق والقيام بانفجار في ذلك الوقت، ولكن ضبطت هذه الأمور
تم إلقاء القبض على أسد الله أسدي وتمت عملية حكمه في بلجيكا لمدة 20 عاما في السجن. الآن إيران تلعب على هذه الورقة، ورقة أسد الله أسدي، بما تمتلكه طبعا من أسرى بلجيكيين، وبدأت تتواصل مع بلجيكا في هذه المسألة من أجل تبادل الأسرى. وبلجيكا بدأت تفكر جديا بإطلاق سراح أسد الله أسدي وإرجاعه إلى إيران، وكذلك إيران تعطيهم ما يريدونه من الأسرى البلجيكيين. والآن الأمور وصلت إلى مجلس النواب البلجيكي الذي هو على وشك المصادقة على هذا الأمر. هذه المسألة جعلت منظمة العفو الدولية أن تشتكي من هذا الأمر وتعترض على بلجيكا كونها هي من إحدى الدول المهتمة في مسائل حقوق الإنسان بشكل عالم، بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على الخط في اعتراضاتها على بلجيكا في القبول بمثل هذه الصفقة. نتحدث عن راندي ويبر، وهو أحد أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي، الذي أصدر كتابا بهذا الشكل، وهي في الحقيقة رسالة إلى رئيس الوزراء البلجيكي. كما تلاحظون هنا هو وقع عليها هو و12 نائبا حقيقة في مجلس النواب الأمريكي من الديمقراطيين والجمهوريين، كما تلاحظون يطالبون رئيس الوزراء البلجيكي ألا يقوموا بهذه العملية وألا يسمحوا لهذا الرجل أسد الله أسدي، الذي يعتبرونه طبعا إرهابيا بسبب هذه العملية، أن تتم عملية استبداله بهذا الشكل. وبالتالي الورقة الإيرانية هي قوية وقوية للغاية، ولكن بريطانيا لم تكتفي في مسألة بالرد بالبيانات على ما أعلنته إيران يوم أمس في عملية ضبط هذه الشبكة الجاسوسية التي يأتي جزءا منها بحسب ما تحدثت إيران نائب السفير البريطاني. لا أبدا، فإن وزارة الدفاع البريطانية كانت قد قامت بإعلان رسمي عن عملية هي قامت بها ضد إيران بشكل مباشر وعلى السواحل الإيرانية. والتفاصيل التي جاءت طبعا بها وزارة الدفاع الإيرانية قالت بأن هم يمتلكون طبعا في هذه السواحل HMS مونتروز، إحدى السفن المهمة جدا التي تقوم بضبط الملاحة في هذه المنطقة. وأكدت بالتفاصيل التي نشرتها وزارة الدفاع البريطانية بأن طائرة هليكوبتر من نوع وايلد كات هي التي كانت تراقب الشواطئ التي تأتي بهذا الاتجاه إلى جنوب السواحل الإيرانية، أي بعد مضيق هرمز كانت تراقبها، ولاحظت فجأة بأن هنالك زوارقا قد انطلقت من الزوارق الإيرانية وهي تحمل أسلحة، وعلى ما يبدو بأنها كانت متوجهة بهذا الاتجاه إلى اليمن وإلى جماعة الحوثي. وبعد ذلك، بعد إسناد كبير من مدمرة مهمة جدا أمريكية، جاء الإسناد بعد ملاحظة طبعا البريطانيين هذه الزوارق، جاءت USS Glider بعملية الإسناد أيضا بالمروحيات للبريطانيين، قاموا بضبط هذه الزوارق التي نتحدث عنها السريعة. والمثير بأن وزارة الدفاع البريطانية بإعلانها اليوم الذي يأتي بعد 24 ساعة، قد تكون حتى أقل من 24 ساعة من إعلان الإيرانيين عن مسألة ضبط الشبكة الجاسوسية التي يأتي جزء منها، كما تحدثنا نائب السفير البريطاني، إن هذه المسألة وعملية الضبط التي قامت بها بريطانيا لأول مرة تجاه زوارق تحمل أسلحة دقيقة للغاية من قبل بريطانيا تحديدا، هي تأتي بشكل مثير على عملية، وأن العملية قد تمت في يناير الماضي وفبراير الماضي. وبالتالي التوقيت واضح بأنه مقصود من قبل وزارة الدفاع البريطانية، وما وجدوه نشروا الصور طبعا لما وجدوه بكل تأكيد للقطع التي وجدوها. وكما هو ملاحظ من القطع الموجودة، سنستطيع من ملاحظة بعض القطع التي تبدو متشابهة لصاروخ كروز مهم جدا إيراني. وكما نلاحظ من هذه القطع فهي تشبه تقريبا هذا الصاروخ الكروز، الذي طبعا هو تم بحقيقة هو صاروخ إيراني من نوع قدس 2 تحديدا، الذي أعلنت عنه جماعة الحوثي كما تلاحظون الإعلام الحربي بامتلاكهم لهذا الصاروخ المهم للغاية. وكذلك والأمر الأدق من هذا هو هذا الصاروخ الذي ترونه في الأرض، وهو سام 358، صاروخ أرض جوي يستخدم في العادة ضد الطائرات المسيرة أو حتى ضد الطائرات بشكل عام، ممكن أن يسبب خطرا على أي طائرة ممكن أن تكون في الجو. عادة جماعة الحوثي هي التي تستخدمها، وهذا يؤكد بأن الزوارق التي ضبطت من قبل البريطانيين هي كانت متوجهة فعلا إلى جماعة الحوثي. ولكن ما هو مثير بهذا الأمر، وعلينا أن لا ننسى نحن في العراق، بأن هذا الصاروخ قد ظهر لدينا العام الماضي، سام 358
في توس خورماتو كما تلاحظون هنا، انتشار لا بأس به بالنسبة لهذا الصاروخ بالنسبة للفصائل المسلحة الموالية لإيران. وعلى هذا الأساس نحن أمام تراشق للتصريحات والبيانات والإعلانات والمعلومات حول ما يجري، والسؤال الأكبر ما الذي ستكسبه إيران من هذه المسألة، وهل هي فعلا بطاقة قوية ممكن أن تعتمد عليها للنجاح في العودة للاتفاقية النووية وإقناع الغرب بأكمله بأن عليهم الموافقة، وإلا قد تتوجه الأمور إلى ما هو أسوأ. سأناقش كل هذه التفاصيل مع ضيفنا عبر السكايب من سيدني الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ أحمد الياسري. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، وأود أن أبدأ معك من مسألة الإعلام الإيراني بشكل عام. تحدث عن قصة عن نائب السفير البريطاني ألقوا القبض عليه وغيره وغيرها من هذه التفاصيل، ولكن على ما يبدو أن السفير البريطاني بتصريحاته بأن الرجل أنهى مهامه، بالنسبة لنائبه أنهى مهامه أساسا من العام الماضي، وكذلك تبين أن أستاذا بولنديا هو من هو محجوز، وأن الصورة على ما يبدو بأنها قديمة. يعني بتقديرك وبحسب معلوماتك وما عرفته عن هذا الموضوع، لماذا الإعلام الإيراني يصدر أمورا ويتحدث عن مسألة جاسوسية تم ضبطها في الداخل الإيراني بأخبار تبدو غير صحيحة باعتمادا على التصريحات البريطانية على سبيل المثال؟ بداية تحية لحضرتك أستاذ أحمد، وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة، حياكم الله. وجوابا على سؤال حضرتك، طبعا الخارجية البريطانية نفت هذا الموضوع، لأن الشخص الذي من المفترض أنه تم نشر يعني صوته أو تحدث عنه التلفزيون الرسمي الإيراني في اليومين الفائتين هو أساسا يعني أنا مهام بالسفارة البريطانية بالطهران منذ ديسمبر الماضي، يعني العام الفات، فلا لا صحة لهذه المعلومة. ولكن هناك صحة لمعلومات صار أحمد، وكنا ناقشنا أنا وحضرتك بحلقة سابقة، اعتقال شبكة من الجواسيس الإيرانيين، يعني الذين يعتقد أن الجنرال علي ناصري كان أبرزهم في الشرفات، وهذا طبعا أيضا متداول بالصحافة الإيرانية، وبتهمة تسريب معلومات إلى المنظومة الإسرائيلية متعلقة بعملية استهداف قادة من الحرس الثوري وعلماء نوويين. فلذلك أنا أعتقد خلط يعني كشف أكثر من مشهد من مشاهد استهداف بؤر الجواسيس الداخل الإيراني التي يروج لها الإعلام الإيراني، أنا أعتقد مرتبط بحالة الانتكاسة التي تعرضت لها المنظومة الأمنية الإيرانية، خصوصا بعد فشل عملية حسين طه في تركيا، والتعاون الكبير الذي بدأ يعني بين القوات الأمنية التركية والإسرائيلية من جهة أخرى، واعتقال مجموعة من مرتبطة بالحرس الثوري في داخل تركيا كانت تمتلك كواتم يعني هذا الأمر تفاعل جدا في الداخل الإيراني. يعني حتى على طبع التصريح لخاتمي على سبيل المثال، الطحي اللي هو كان نائب رئيس خاتمي، نائب رئيس خاتمي كان يتحدث عن انه المنظومه الامنيه يعني مستهدفه بشكل كبير، وان دعائم القوه التي كان يصدرها النظام الايراني الى الخارج بدت هشه جدا مقابل حاله الاستهدافات القويه التي تقوم بها إسرائيل في الداخل الإيراني. ولذلك أنا أعتقد محاولة يعني الدعاية المضادة بأن هناك شبكات كبيرة بضمنها شبكات مرتبطة بسفارات، هو مرتبط بهذه النقطة أولا، يعني الدعاية المضادة ضد عمليات الاستهداف والفشل الأمني للمنظومة الاستخباراتية المرتبطة بالحرس الثوري تحديدا. والنقطة الثانية هو ما أشرت له ببدايتك أستاذ أحمد، هو المتعلق يعني قيام البارجة البريطانية باعتقال زوارق إيرانية في خليج عمان، وهذه البارجة طبعا هي موجودة في خليج عمان ومرتكزة بالبحرين منذ عام 2019. طبعا هناك 38 دولة تقريبا تشترك بقوة متعددة الجنسيات لحماية الأمن البحري بعد استهداف سفن في الإمارات، يعني بعد استهداف السفن التجارية، ومن ضمن هذه السفينة البريطانية. الخطر بالموضوع أستاذ أحمد أختم بهذا المداخلة، أنه البريطانيون بشهادة وزير الدفاع البريطاني قدم إلى اللجنة التي شكلها مجلس الأمن المتعلقة ب يعني كشف الواقع المتعلق بالحرب اليمنية
تقرير البريطانيين الذي أشار إلى أنه إيران زودت الحوثيين ب 350 محرك صواريخ كروز عبر هذه الصفقة المهربة التي ألقي القبض عليها في بداية العام، هي في جانيوري يعني تقريبا بعد استهداف الإمارات، يعني بداية الشهر الثاني هو تم، ولكن ما تقرير هذه الصفقة التي ألقى البريطانيون القبض عليها ضمن مجلس الأمن، وهذا يحرج إيران، قد يجعل مجلس الأمن يعني يتهم إيران بالتورط المباشر بحرب اليمن، وقد تفرض عقوبات أخرى متعلقة بمجلس الأمن وليس بالجانب الأمريكي. أنا أعتقد سبب التصعيد الذي يحصل بين البريطانيين والإيرانيين من أبرز أسباب هذه النقطة. هل تعتقد بأن إيران ستأخذ مكاسبا في مسألة المفاوضات النووية بهذا الإعلام، بغض النظر إن كان نائب السفير البريطاني قصته صحيحة أم لا، التفاصيل الرسمية تبدو غير صحيحة، ألا تعتقد أن هذا يضيف الكثير لما تبحث عنه إيران في المفاوضات النووية؟ لدينا رهائن غربيين. أستاذ أحمد، ملف الرهائن هو يعني منذ بداية الثورة الإيرانية، قبل الثورة الإيرانية، يعني منظمة مجاهدي خلق على سبيل المثال، لماذا تم وضع على قائمة المنظمات الإرهابية؟ الموضوع ليس متعلق بمشاركتها بالثورة أو صراعها مع النظام الإيراني، لا، لأنها لديها تاريخ بعمليات اختطاف واستهداف عسكريين أمريكيين في عهد الشاه، ولذلك الدول الأوروبية وأمريكا كانت متخوفة بسبب تاريخه. فلذلك إيران تمتلك تاريخ حقيقة بعملية احتجاز الرهائن، ابتداء من عملية استهداف السفارة الأمريكية، وإذا تتذكر أستاذ أحمد الحالة الرمزية التي طرحها ترامب ل55 هدفا، وهو كان يعني ال55 رهينة الذين اعتقلوا بالسفارة الأمريكية في طهران لمدة 444 يوما. فهذا الموضوع متفاعل، يعني إيران تجد أنه هذه طريقة استخبارية سهلة، ممكن أن تعتقل، يعني لا أحد يعرف، لا أحد شاهد محاكمة هؤلاء، ما هي الأدلة التي تمتلكها أجهزة الأمن الإيرانية لكي يعني نثبت أنهم جواسيس؟ يعني الأمر كله في الداخل الإيراني، موضوع غير منشور ولا أحد يعرفه، غير منشور ولا أحد يعرفه، لذلك تبقى سلاح الرهائن يستخدم في الداخل الإيراني يعني عمليات ضغط، يعني سلاح سهل، وفي الغالب هم يطلق سراحهم، ولكن بمدد متعاقبة حصل هذا الأمر مع رعاية فرنسيين ورعاية ألمانيين ورعاية نمساويين ورعاية بولنديين، حتى أستراليين، عندنا مؤخرا أستراليا أيضا قبل سنة ونصف تقريبا تبادلت رهائن مع إيران. فهذا السلوك هو جزء من السلوك الأمني الإيراني، يعني جزء من الضواغط الأمنية التي تستخدمها إيران ضد خصومها. ولكن هل مدى تأثيره على ملف المفاوضات النووية؟ أنا لا أعتقد، لأنه الأمريكان فصلوا بمباحثات بيننا أستاذ أحمد، يعني فصلوا القضايا الفنية والقضايا المتعلقة عن القضايا الجوهرية للعودة للاتفاق النووي. فقط أختم وياك بتصريح لبلينكين، تصريح بلينكين الأخير أو ماري العفو المبعوث الأمريكي لموضوع المباحثات الإيرانية، الذي قال على الإيرانيين أن يتباعدوا بما بينهم، هذا طبعا بعد مباحثات الدوحة. أنا حينما سألت بالإعلام عن مباحثات الدولة قلت هي جلسة تعارف، يعني شرب فنجين قهوة وسوف لن يتمخض عنها شيء، لأن هناك فشل، وهذه نقطة أطرحها ببرنامج حضرتك، الإعلام الإيراني وخصوصا الإعلام الإصلاحي يهاجم الوفد المفاوض ويدعو لإزاحته، بل أضيف محمد خاتمي دعا إلى ضرورة إزاحة علي باقر الكوني، لأن هذا الرجل تسبب في شر المفاوضات في عهد نجات، وها هو يتسبب بفشلها في عهد بايدن. طيب أستاذ أحمد، سنعاود الاتصال بك فقط لتحسين الصورة، هنالك مشكلة على ما يبدو في خط الإنترنت. إذا الظروف التي تأتي الآن هي مثيرة، التوقيتات كلها مثيرة في مسألة المفاوضات النووية، عملية جاسوسية كبيرة أعلنت عنها إيران يوم أمس في نهاية المطاف. القصة بحسب التصريحات البريطانية هي تبدو غير صحيحة، بولندا هي الأكثر قلقا مما جرى بسبب
ان هنالك استاذا لا زال محجوزا، وقد وابدت حقيقه بولندا استيائها تماما من مساله عمليه اعلان ايران بهذا الشكل. كانوا يفاوضونهم من تحت الطاوله، ولكن ايران استغلت الظروف طبعا وقامت بهذا الاعلان الكبير لهذا الاحتجاز المهم الذي هو جاء بالنسبه اليهم. والواضح بان هنالك رغبه في الحصول على المكاسب. كان هنالك رهائنا في السابق، تمكنت ايران من عمليه القاء القبض عليهم ايضا بنفس التهم، بتهم الجاسوسيه، وفي نهايه المطاف هم تحصلوا على الاموال. هنالك الكثير من المواطنين البريطانيين مثل راتكليف على سبيل المثال، هم اتهموها هذه الصحفيه البريطانيه بانها كانت جاسوسه وغيرها، بقت حقيقه لفتره ليست بالقصيره، وبعدها قاموا بعمليه اطلاق سراحها، توجهت الى عمان وبعدها من عمان الى بريطانيا. وقد لامت الحكومه البريطانيه وتحديدا حكومه الرئيس بوريس جونسون بعدم اتخاذ الاجراءات الكامله او السريعه من اجل انقاذها طبعا واطلاق سراحها. وبالتالي ايران تعرف كيف تلعب هذه اللعبه مع بريطانيا ومع اوروبا بكل تاكيد. اذا يعود الينا مره ثانيه الاستاذ احمد الياسري. استاذ احمد، اعود اليك سيدي الكريم بالحديث الان عن مساله الاعلام الايراني. هذه قضيه مهمه، الا تعتقد الاعلان عن مساله جاسوسيه، شبكه جاسوسيه، الحديث عن نائب السفير البريطاني وغيرها، وبعدها تتبين ان القصه غير صحيحه، غير دقيقه، وهي مرتبطه باستخبارات الحرس الثوري الايراني، الا تعتقد بانها تضر بالقصص القادمه اذا ما ضبطوا مثلا شبكات للتجسس للموساد الاسرائيلي او غيره؟ الا تعتقد هذا يضرب مصداقيه ما ينشرونه عن تفاصيل خطيره للغايه لها اثر ليس فقط على ايران بل المنطقه بشكل عام؟ استاذ احمد، انا اعتقد الموضوع مرتبط ب يعني الحرج الكبير الذي تعرضت له المنظومه الاستخباريه في الداخل الايراني. يعني انا اعتقد انه جانب كبير، اذا تسمعني طبعا. نعم اسمعك، اسمعك بشكل جيد، تفضل. لا، جانب مهم جدا من هذا الاثاره الاعلاميه مرتبط بالداخل الايراني. هناك عمليه لغط، وهناك عمليه يعني تفاعل في الاعلام وفي النخب السياسيه، و يعني حتى فائز رفسنجاني على سبيل المثال، الادعاء العام الايراني وجه له اتهامات ممكن ان تحاكم يعني في الفتره القادمه بسبب توجيه نقد للحرس الثوري ولاجهزته الاستخباريه. فهذا الامر انا اعتقد جانب مهم وبارز منه وموجه للداخل الايراني، حتى محاوله ان يعيد النظام تهيين نفسه امنيا وتصدير فكره انه هو يعني يمتلك منظومه امنيه لا تهزم. ثم هو لا يكترث في الحقيقة بما سيحصل، ويستثمر هذه اللحظة الأمنية التي يصدر بها فكرة أن هناك جواسيس من الملحقية النمساوية على سبيل المثال، أعتقد شخص، وإشارة إلى نائب السفير البريطاني. هذا كله موجه إلى المنظومة الغربية لتحسين يعني لكي تقوم بالضغط على الإدارة الأمريكية حتى يتم إعادة العمل ب يعني الاتفاق النووي. النقطة المهمة اللي ما أدري كانت واضحة حينما تطرقت اللي هو تصريح روبرت مالي الذي أشار بعد فشل مباحثات الدوحة أنه على الإيرانيين أن يتباحثوا فيما بينهم. يعني هذا ترى إشارة مهمة جدا أستاذ أحمد، يعني يقول أنه على الإيرانيين أن يحددوا ماذا يريدون ثم يأتون لكي يتفاوضوا معنا، لأن هناك خلاف عميق بين الإيرانيين نفسهم والوفد المفاوض. أستاذ أحمد، وهذا ما يشير له الإعلام الإيراني والصحافة الإيرانية الآن، هو هجوم على الوفد المفاوض الذي لا يمتلك الخبرة التفاوضية ولم يستطع أن يستثمر لحظة الحرب الأوكرانية، بل على العكس بعد مباحثات الدوحة علي باقر الكوري ذهب إلى موسكو ليعرض لهم ماذا حصل وماذا قامت، وهذا طبعا تعرض ايضا لهجوم من الصحافه الايرانيه. انت ايش عندك راي روسيا وتطرح عليهم ماذا يفعل الوفد الايراني مع الوفد الامريكي؟ اين استقلاليه ايران؟ اين مركزيه الوفد المفاوض الذي يمثل الاراده الوطنيه الايرانيه؟ هذه الاشكاليات كبيره حقيقه. اعتقد ان هناك تخبط بمجموعه باقر الكوني، وهناك رغبه وقد ممكن ان يغير يعني، ولا المفاوضات فاشله 100%، لان باقر الكوري نفسه افشل المفاوضات
عام 2013 في عهد نجاد يعني. ولكن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في 48 ساعة الماضية وصل إلى طهران، استقبله وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، وواضح من خلال وكالة رويترز بأن الحديث عن استئناف المفاوضات النووية مرة أخرى، أخذ ومحاولة خلق جولة أخرى في العاصمة القطرية الدوحة. لا تعتقد يعني الحديث عن الفشل يعني قد لا يكون دقيقا 100%؟ قد نرى المفاجآت تحدث في اللحظات الأخيرة وفي الدوحة. ممكن أستاذ أحمد، ولكن احنا نتحدث عن هذه المباحثات يعني هذه الجولة. الجولة فشلت يعني لم تحقق أي شيء. الإيرانيون ظلوا متمسكين بقضايا ليس لها علاقة بجوهر الاتفاق النووي. في هذه النقطة الإشكالية، الأمريكان حينما يجلسون يناقشون موضوع المواضيع القواعد الاتفاق النووي، وهل هناك رغبة إيرانية بالعودة؟ لا، هذا ما يطرحه الـ يعني الأمريكان. حتى موضوع إبقاء الحرس الثوري على قائمة الرابع، هناك رغبة في الداخل إيران. تمثلت فائزة رفسنجاني بالتصريحات الأخيرة، قالت أنه إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب يساهم باستيلاء الحرس الثوري على المنظومة السياسية الإيرانية. يجب أن يعاد الحرس الثوري إلى قواعده العسكرية وأن لا يتدخل بالسياسة. هذا تصريح ابنة أحد مؤسسي الحركة الإصلاحية بإيران، يعني هاشم رفسنجان هو عقل إيران السياسي الحقيقي، يعني مش شخصية عادية. فلذلك يعني هذا تفاعل موجود في الداخل. ولذلك أنا أجد أنه الوفد الأمريكي بدأ يهاجم الوفد الإيراني، يعني يقول اذهبوا إلى إيران اتفقوا ثم تعالوا نتفاوض، أي بمعنى أنه المشكلة إيرانية إيرانية. أنا أعتقد هي هذه الإشكالية. الوفد المفاوض الإيراني من أهم أسباب تعقيد مسألة التفاوض، لأنه يصر على قضايا فنية وقضايا ليست هي جوهر الاتفاق النووي، وإنما استعدثت يعني قسم منها في عهد ترامب وقسم منها بعد عهد ترامب. حتى بايدن أستاذ أحمد مؤخرا طرح فكرة أنه أمريكا ليس لديها مشكلة بمنح تأشيرات دخول لأعضاء الحرس الثوري يعني سابقين، فهمت؟ هي نوع من أنواع رسالة تهدئة ضمنية لإيران يعني، ويريد أحتواء إيران. ولكن حقيقة هناك تشنج، ويبدو أن روسيا يعني لديها يد بعملية التشنج التي يعلنها ويقوم بها الوفد الإيراني المفاوض. نعم. هل تعتقد بأن إيران تأخذ طريقا قويا بالنسبة إليها بتحدي بريطانيا؟ كما تعلم هي تتحدى الغرب بشكل عام، ولكن التحدي الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية وبشكل خاص لإسرائيل. بتقديرك الآن إدخال بريطانيا على الخط، ووزارة الدفاع البريطانية أعلنت عن العملية التي قامت بها في خليج عمان، هي العملية التي لأول مرة بريطانيا تقوم بها ضد زوارق إيرانية تحمل مثل هذه الأسلحة والصواريخ الدقيقة، ألا تعتقد أن اللعب مع بريطانيا قد يكون أخطر بكثير من اللعب مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا أعتقد هي عملية تخادم مع روسيا. يعني إيران تحاول أن تركز هجماتها على مستوى الإعلامي والدعاية والدبلوماسي أيضا على المنظومة الغربية كنوع من أنواع الضغط. أنا أعتقد مرتبط بعملية الضغط الكبرى التي يشكلها الروس عبر يعني التعثر الذي حصل بإمدادات طاقة والإمدادات الغذائية، والذي جعل أسعار الطاقة ترتفع. إيران في هذه الجزئية تحديدا هي تقوم بعملية دور تخادمي يعني مع الروس. أنا أعتقد إضافة إلى أنه البريطانيون لديهم مشكلة حضرتك أشرت لها بالمقدمة، متعلقة بالمشكلة الداخلية في حزب المحافظين الحقيقة. هي ليست هي يعني بالدولة البريطانية، لا يوجد مشكلة بالدولة البريطانية، ولكن هذا يحصل يعني ستأتي إدارة محافظة أخرى بالنتيجة بعد جونسون. فلذلك الإيرانيون أيضا يحاولون أن يطرحون أنفسهم كضاغط نوعي على الداخل البريطاني بسبب مواقف حكومة جونسون. حقيقة مواقف حكومة جونسون لم تكن مواقف صديقة لإيران، بل كانت مواقف متشددة، وربما هي التي دفعت بايدن لغض طرفه عن العمليات الاستهداف الأمنية الكبيرة التي قامت بها إسرائيل، والتي عبرت عنها أستاذ أحمد هذه نقطة مهمة بحلقتك مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي اللي هي كيلين هاجيوف اسمها، التي أشارت إلى عقيدة ما يسمى بعقيدة الأخطبوط، وهو تحول
بإدارة الصراع الاستخباري الذي يقوم به الموساد مع الاطلاعات الإيرانية باستهداف الرؤوس داخل إيران وليس الأذرع أو المخالب كما عبر عنها. ولذلك عقيدة الأخطبوط يبدو أنها تأكلها. أنا أقسم المستويات الحرب بين إسرائيل أستاذ أحمد وإيران إلى مستويات عدة، مستويات دبلوماسية وعسكرية واستخبارية. في الغالب إسرائيل حققت تفوق على إيران بها، يعني على المستوى الدبلوماسي نشاهد هناك عزلة دبلوماسية في محيط إيران، ولكن طيب. إسرائيل قامت بالتطبيع مع الدول المحيطة بها، هذا نجاح دبلوماسي لإسرائيل. وعلى مستوى الاستهداف الاستخباري عقيدة الأخطبوط أو ما أشارت لها كيلين تؤتي أكلها مقابل فشل للمخابرات الإيرانية على مستوى إمداد الحوثيين بالأسلحة وعلى مستوى العمليات الاستخبارية لاستهداف سياح في تركيا. هذا أيضا فشل أدى بالنتيجة إلى إخراج حسين طائب والاتيان بمحمد كاظم. يعني هناك مستويات ممكن نتحدث فيها. جميل. هنالك أستاذ أحمد أنباء عاجلة الآن تريدنا بتسريبات وكلام الرويترز عن البيت الأبيض حقيقة. قالت الآتي: الرئيس بايدن سيعمل خلال زيارته للشرق الأوسط على تمديد وقف إطلاق النار في اليمن، هذه واحد. أما ثانيا أيضا من نفس المصدر رويترز عن البيت الأبيض: الرئيس بايدن يعتزم مناقشة أمن الطاقة في اجتماع مع مجلس التعاون الخليجي. وثالثا وهي المهمة، هي واشنطن تبحث عن إمكانية تكامل الدفاعات الجوية مع دول الشرق الأوسط إزاء التهديد الإيراني. دعني أبدأ من أينما انتهيت عن مسألة تكامل الدفاعات الجوية، وهذا إشارة كبيرة جدا للنيتو العربي الذي سمعنا عنه كثيرا، أو نيتو الشرق الأوسط إذا كانت إسرائيل هي من ضمن هذه المعادلة. بتقديرك هل هذا يوضح بأن الإدارة الأمريكية فعلا في هذه الزيارة عازمة على تحقيق هذا الحلف ضد إيران في ظل تعطل كل هذه الأمور التي نراها من مفاوضات إيرانية وغيرها من التفاصيل التي دائما ما نتحدث عنها؟ أنا أنطلق بالجواب على هذا السؤال من تصريح مؤخرا يعني مدير وكالة الطاقة الدولية، الذي أشار إلى أن سلوك إيران بما يتعلق بموضوع زيادة التقسيط يؤدي إلى قلق جيران إيران، مما يؤدي إلى فكرة يعني احتمالية قيام حلف عسكري مواجهته. هذا مو بايدن ولا إسرائيل ولا أي شخص، يعني هذا مدير وكالة الطاقة الجوية سيليفان الذي يتحدث بهذا الجزئية. وهذا يعطيك انطباع أنه هذه المؤسسة الدولية التي بها 35 دولة عضوة تشكل وكالة الطاقة الدولية يقول هذا التصريح، هذا يعني واضح جدا أنه زيارة بايدن هي ذاهبة بهذا الاتجاه بعد التعنت الإيراني وعدم وضوح الرؤية والوصول إلى نتائج، خصوصا وأن الزيارة هي أنا بحسب معلومات التحريض من إسرائيل لزيارة لأن بايدن سيذهب إلى إسرائيل أيضا لكي يقدم إلى الشرق الأوسط ويرطب الأجواء مع السعودية، خصوصا وأن بايدن في فترة يعني الانتخابات وجه نقد لحرب اليمن وللإمارات وللسعودية. فيجب أن تصفر هذه العملية، يجب أن يفصل بايدن بين موضوعة القيم وحقوق الإنسان وإلى آخره، وبين التحالفات الاستراتيجية والخطر الاستراتيجي الذي تتعرض له عفوا منطقة الطاقة في مواجهة ازدياد التخصيب الإيراني وازدياد ارتباط المحافظين الإيرانيين بالمنظومة الروسية أو المنظومة الشرقية. هذا طبعا خطر تدركه الإدارة الأمريكية. ولذلك أنا أعتقد أن ممكن أن يتشكل هو الحلف متشكل أستاذ أحمد، ولكن ممكن لأن أكو نقطة مهمة لم تذكر بالإعلام بودي أن أذكرها بحلقة. تفضل. وهو أن إسرائيل حقيقة نشرت منظومة رادارات في الخليج العربي وخليج وبحر العرب في الفترات المتأخرة، وهذا طبعا لا يمكن أن يحصل دون موافقة أمريكية أستاذ أحمد. وبعض الخبراء العسكريين يعتقدون أن هذه الفكرة ممكن أن تكون التهيئة لاستهداف إيران، فهمتني شلون؟ فكل شيء يا أستاذ أحمد موضوع على الطاولة، ملف زيادة العقوبات، ملف الاستهداف، ملف الحرب المباشرة بين إسرائيل، لأن في حزيران الماضي
قامت إسرائيل بمناورات عسكرية واسعة وهي تحاكي فرضية الحرب الإيرانية يعني. فكل احتمالات واردة، لذلك ممكن أن تكون زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط متضمنة عملية الاصطفاف وصناعة الاصطفاف في مواجهة إيران، وممكن صناعة الاحتواء. إذا بادر الإيرانيون وانتهى التفاعل الداخلي الإيراني بين القيادات الإيرانية بإنتاج نخبة تمثل الرغبة الوطنية الإيرانية ولا تمثل رغبة الحرس الثوري والأذرع العسكرية التي تريد أن تسيطر على المنظومة السياسية الإيرانية عبر بوابة الملف النووي الإيراني. هذه الصورة باختصار السابقة. واضح من التصريحات للبيت الأبيض لوكالة رويترز بأنهم ذاهبين إلى التكامل الدفاعي كما تحدثنا، مسألة الحديث عن أمن الطاقة، حلف وغيرها. دعنا نتحدث من وجهة نظر المملكة العربية السعودية، هل تعتقد أن المملكة إذا ما توفرت لها كل هذه الحماية وانتهت حرب اليمن والضمانات، هل تعتقد هي ستتعاطى مع مثل هذه الأمور القادمة من إدارة بايدن التي أبدت عدائية في تصريحاتها تجاه المملكة العربية السعودية؟ ألا تعتقد أن السعوديين منتبهين تماما لمثل هذه التفاصيل؟ هل تعتقد ستتعاطى إذا ما قدمت لها كل هذه الضمانات التي هي واضحة جدا من البيت الأبيض؟ أنا أعتقد السعودية بعد الحرب الأوكرانية غير السعودية قبل الحرب الأوكرانية. بمعنى المواقف السعودية مؤخرا شهدنا جولة لولي العهد السعودي لتركيا للأردن، يعني قدوم رئيس الوزراء العراقي وقيام العراق بوساطة بين إيران. يعني أنا أعتقد أن السعودية ذاهبة باتجاه تصير الأزمات المحيط لكي تجلس كند أمام بايدن، خصوصا وأنها تحاول أن تستثمر احتياج الدول الغربية يعني موضوع الطاقة. والسعودية حضرتك تعلم صاحب أحمد من أكبر المصدرين يعني بالعالم يعني، وإضافة إلى أنه شعرت معاوية بنفس الوقت تريد أن تضبط استراتيجية الداخلية والخارجية في مواجهة بايدن، بنفس الوقت هي لا تريد أن تكون عدو مباشر إلى الروس، لأن هذا الأمر قد يدخلها في أزمة العرب يعني بشكل عام، وحتى المنظومة الأفريقية والمنظومة الآسيوية في الغالب أستاذ أحمد هم يعني في المساحة الرمادية بالأزمة الأوكرانية الروسية، ويريدون أن يجعلوا الأمر أوروبي وعلى رأس السعودية. السعودية والإمارات هم أول الدول العربية التي تبنت هذه السياسة، ولذلك ممكن جدا أنه أن يتحول موقف السعودية إلى ركيزة يعني تبنى عليها المواقف والاستراتيجيات القادمة التي تحاول أن تأخذ يعني ما تستطيع أخذه من بايدن، لأن بايدن الحقيقة احتواء الملف الإيراني لم يتحقق يعني، والعودة للاتفاق النووي يجب أن لا تكون على حساب أمن دول المنطقة. هذه استراتيجية يجب أن يقف في المنتصف بايدن ليعدلها لكي تتعدل، أما أن يذهب باتجاه احتواء إيران وتأهيل إيران والعودة إلى هذا الأمر، طبعا السعودية لا تقبله لأنه سيضر بأمنه وسيجعل يعني الموضوع مهدد بالنسبة له، وهذا الأمر ينطبق على دول الخليج العربي ودول يعني وشبه الجزيرة العربية أيضا. نعم. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي كما هو واضح لم تعد ترى شيئا في منشأة نطنز بعد رفع إيران ل 27 كاميرا، أضافت أجهزة طرد مركزية إيران متقدمة من نوع الآي آر 6 في تخصيب اليورانيوم. كذلك أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحصل على إجابات للمواقع الثلاثة السرية التي وجدت فيها جزيئات اليورانيوم على المستوى الفني. إيران لم تجيب بل اتخذت إجراءات مضادة عندما تمت إدانتها على عدم الإجابة، وفشل في المفاوضات في الجولة التي تحدثنا عنها في الدوحة. المؤشرات الفنية من وجهة نظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألا تعتقد هي توضح أن الأمور مستحيل أن تنتهي بالعودة لهذا الاتفاق النووي، لأن الوكالة بنفسها هي التي ستقف ضد كل هذه التفاصيل والاتفاقيات بين أوروبا والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، ألا تتفق معي؟ أتفق معك 100% أستاذ وأحسن. بالفعل أنا أشوف أنه يعني تصريحات وكالة الطاقة الدولية هي مبنية على التقارير الموجودة في الداخل الإيراني، يعني من زيارات الموفدين
إلى المواقع النووية والتفاصيل التي تحصل عليها وكالة الطاقة الدولية عبر آلياتها. فلذلك أنا أشوف يعني هي التي صعدت الموقف، يعني هي التي عرضت الـ5+1 ضد إيران. يعني تصريحات وكالة الطاقة الدولية هي دخلت بحرب كلامية قبل أن تحصل يعني حالة الانسداد في مارس الماضي لمباحثات بيرن. يعني منذ جانيوري أنا متابع وكالة الطاقة الدولية بتصريحاتها وهي مستمرة بعملية التصادم المستمر مع إيران. أضاف على أنه يعني الإيرانيون يستثمرون أيضا على التصادم مع وكالة الطاقة الدولية في بعض الأحيان يحولوها إلى أوراق ضغط على المنظومة الغربية. فلذلك الإيرانيين يشتغلون بكل الاتجاهات. ولكن أستاذ أحمد الوضع صعب جدا حقيقة. أنا لا أريد أن أخيف المشاهد، ولكن أجد أنه الحالة بتهيئة بالشرق الأوسط، الحرب الأوكرانية، يعني الأمر يشبه تقريبا بداية الحرب العالمية الأولى. يعني الصدامات التي حصلت بالعالم، الأزمات الاقتصادية، كلها تشبه هذا المشهد الموجود. أنا أعتقد أنه منطقة الشرق الأوسط ممكن أن يحصل بها صدام بالفترة القادمة يعني. طيب، في هذا العام. طيب ممتاز، إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنت معنا عبر السكايب من سيدني الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ أحمد الياسري. شكرا جزيلا سيدي الكريم على حضورك اليوم. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.